فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن عليكم. قال رحمه الله: ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. هذه رواية أخرى، في رواية أنه أمرهم أن يطعموها الدواب، وفي هذه الرواية أنهم أمره أن يطرحوها، ولا تعارض بين الروايتين، فربما يكونون أنهم بعض ذلك أطعموه الدواب وبعضه طرقوه. نعم. وفي حديث جابر، والشاهد أنهم لا يستعملونه، الشاهد من كل هذا أنهم لا يجوز لهم أن يستعملوه. نعم. وفي حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. نعم، هذا دليل على أنهم مقبورون في هذه البيوت وهذه المساكن، لأنه قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، دل على أنهم مقبورون فيها وأنهم يعذبون فيها. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز الذهاب إليها من ناحية الإعجاب والافتخار بها، وإنما يذهب إليها أو يدخلها من مر بها من أجل الاعتبار والاتعاظ فقط. نعم. شرط أن يكون باكيا. نعم، شرط أن يكون باكيا ومعتبرا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء. نعم، فمن كان يدخلها من باب الاعتبار والاتعاظ والبكاء وتليين القلوب، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور، قبور المسلمين وقبور المشركين، أمر بزيارتها للعبرة والاتعاظ، وقبور المسلمين أيضا للسلام عليهم والدعاء لهم. نعم. قال: إلا مع البكاء، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم. نعم، إذا أعجب بهم أو فرح بما هم عليه من الحضارة والتقدم كما يقولون، فربما أنه يصيبه ما أصابهم، إما في جسمه وإما في قلبه، والعياذ بالله، إما في قلبه بالزيغ والضلال. نعم. هذا في أهمية العلم الشرعي وطلبه يا شيخ، لأن من لا يعرف هذا الحديث يقع في هذا الخطر، أنه يصيبه ما أصاب ثمود. ما في شك أن الإعجاب بالكفار وبأعمال الكفار وما هم عليه أنه خطر عظيم على الإنسان، أن يصاب في دينه وفي قلبه بالزيغ والضلال. نعم. قال: ونهى عن الانتفاع بمياههم، حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أن يعلفوا النواضح بعجين مائه. نعم، هذا دليل على أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من آثارهم وبقاياهم، حتى الماء، والمعصية تؤثر حتى في الأرض وفي المياه وفي الديار، فالإنسان يحذر من هذا. وكانوا في حالة عطش، لأن غزوة تبوك هي أشد الغزوات لأنها في الصيف وبعيدة المسافة، وكانوا بحاجة إلى الماء، ومع هذا نهاهم أن يستعملوا مياه ثمود، لأن عندهم ما يكفيهم ولله الحمد، وهي بئر الناقة، فيستقون منها حاجتهم.